بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم آية مهمة معظمنا يغفل عنها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الرشاد في الدنيا وفي الآخرة أحد أسراره هو الدعاء. بدأ الآية بالدعاء وختمت بكلمة يرشدون. أنا أستطيع أن أستنبط أيها الأحبة أن أي واحد منا فشل في زواجه، فشل في تجارته، فشل في دراسته، فشل في تربيته لأولاده، فشل في التعامل مع زوجته أو أهله أو من حوله أو في عمله أو في بيئته بشكل عام. ما معنى لعلهم يرشدون؟ الرشاد أيها الأحبة هو الطريق الذي يجنبك المشاكل عندما تختار، يعينك الله على اختيار الزوجة الصحيحة. وإذا تزوجت زوجة ولديك مشاكل في البيت، يعينك الله على أن تحل هذه المشاكل، أن يهديك إلى طريق الرشاد، أن تكون رشيدا يعني حكيما متوازنا، تعلم أين تضع الأمور في مكانها لتتجنب الفشل، تتجنب الخسارة. في الرزق والتجارة قد يفشل الإنسان، قد يسلك طريقا تكون نهايته فاشلة، فيه خسارة له. إذن الحل أخي الحبيب هو الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هنا صيغة السؤال بالماضي، وإذا سألك، بينما بقية الآيات نجد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، ويسألونك عن كذا قل كذا، إلا هنا وإذا سألك بصيغة الماضي، لأن الله موجود منذ الأزل، ليس إلها طارئا أو حادثا، موجود. فإذا سألنا عن الله في الماضي أو في المستقبل أو في أي زمن فإن الله قريب، فإني قريب. أنا الآن أتكلم معكم والله قريب مني ويسمعني، ويسمعك الآن وأنت تشاهدني. يجب أن تتخيل أخي الحبيب أن هذا الإله العظيم يسمعك الآن ويراك ويعلم أي فكرة تخطر ببالك، يعلمها سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. لذلك نجد كثير من الآيات والله خبير بما تعملون، بما تعملون بصير، خبير، سميع، عليم، والله من ورائهم محيط. إذن هذا الإله أخي الحبيب أقرب إلي من حبل الوريد، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلذلك أخي الحبيب يجب أن تتخيل في كل لحظة أن هذا الإله العظيم يراك، وهو يريدك أن تدعوه. يعني هذا من فضل الله عز وجل. الغني اليوم، الغني يستغني عن الناس، فأنت تلهث وراء الغني سواء في مجالات مختلفة من الحياة لكي تحقق مصلحة معينة. الغني سبحانه وتعالى هو يأتيك، هو يقول أنا قريب منك أطلب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا لا يوجد استثناءات أيها الأحبة، لا يوجد استثناءات لهذه القاعدة، أجيب دعوة داعي إذا دعان، انتهى الأمر. لم يقل إلا فلان أو إلا فلان، كل من يدعو الله يستجيب له. ولكن الدعاء الإجابة تكون ثلاثة أنواع: أقل مرتبة أن يستجيب الله لك الآن،
والمرتبة الوسطى أن يصرف عنك من الشر بقدر هذا الدعاء، وهي مرتبة أعلى. إذا رزقني الله المال ثم ابتليت بمرض، ماذا سأستفيد من هذا المال؟ لا، أن يصرف الشر أهم من المال. المرتبة العالية جدا أن يؤخر لك الإجابة ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم لا يوجد مال، لا يوجد واسطة، لا يوجد من يستمع إليك إلا الله تعالى، لا يوجد من يدعمك، لا يوجد من يحفظك، لا يوجد من ينجيك إلا واحد أحد سبحانه وتعالى. فإذا كان الله يحبك يؤخر لك الإجابة. لذلك نحن بالعكس، نعمل بالعكس، نريد أدنى مراتب الإجابة ونقول لماذا لا يستجيب الله لنا. إذن أخي الحبيب، كلما دعوت أكثر اعلم أن أي دعاء تدعو به مستجاب عند الله. لذلك لا تدعو بأشياء تافهة تخص الدنيا، لأن الدنيا ستنتهي قريبا. من الأدعية التي تجمع لنا خيري الدنيا والآخرة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، روايات كثيرة. فيمكن أن أختار لكم هذه السبعة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ على الأقل إذا لم يتحقق لك شيء في الدنيا يتحقق لك هذا بعد الموت. يوم القيامة 50,000 سنة ستقف، كلنا سيقف 50,000 سنة يوم القيامة. طيب بالله عليك، أنا أستعجل وأريد الخير في هذه الدنيا التي أعيشها وستفنى، وأنسى أن أمامي يوما مقداره 50,000 سنة ولا أدري أين سأذهب، إلى الجنة أم إلى النار بعد ذلك. لذلك أخي الحبيب، أرجو أن تتذكر هذه الآية كل يوم، وأن تقرأها وأن تحفظها وأن تعمل بما جاء فيها، لأن الذي يناديك هو الله. الآن إذا وقف ملك ببابك، ملك من البشر، وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك شيء، المالك هو الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الملك عندما يأتيه الموت لا يستطيع أن يهرب منه، فهو لا يملك شيئا. على الرغم من ذلك، إذا وقف وناداك فإنك تستمع له، تحاول أن تستجيب له، ماذا يقول، ماذا يريد. فكيف بمالك الملك يناديك ويقول لك؟ عن طريق حبيبنا عليه الصلاة والسلام. دائما الآيات التي فيها ذكر للحبيب أو إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الله يريد أن يذكرك بهذا النبي الكريم، هذا النبي الرحيم، أن تستحضر هذا النبي أمامك، تستحضر أخلاقه وصبره، وكيف أن الله استجاب دعاءه، وكيف أن الله رفعه. بدأت الدعوة برجل، واليوم لدينا 2 مليار مسلم حول العالم. كم من العطاء الله أعطاه لهذا الحبيب. وإذا سألك يا محمد، الخطاب له لكي يذكرك به، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي فعل الأمر، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء والرشاد، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.